تعددت الفعاليات في هذا المهرجان يا سيدي، ومن ضمن الفعاليات فعالية هي الأجمل، فعالية استطاع الإنسان العربي في الجزيرة العربية على استئناس الإبل منذ آلاف السنين وقوموا سلوكها. أبناء الجزيرة استأنسوا الإبل عبر ما يسمى بالتطبيع، وهذا التطبيع هو لحماية الإبل ولضمان سلامتها وسرعة الوصول إلى موارد المياه والآبار عندما كانت المياه تشكل تحدياً كبيراً أمام الإبل وصاحبها. فقد كان الراعي الجيد هو من يحافظ على إبله من الضياع مع الإبل الأخرى التي كانت قد تتماثل شكلاً ولوناً ونسباً، فكانت تدرب الإبل وقد نشأت علاقة حميمية خاصة بين الإبل وصاحبها، حيث تدرب الإبل على معرفة صوت الراعي وكان بينهما لغة خاصة. الفعالية التي نظمها مهرجان الملك عبد العزيز للإبل استقطبت كثيراً من أبناء ومن الناشئة في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، وأيضاً لفتت انتباه زوار هذا المهرجان. الآن سوف تعرض هذه الفعالية أمامكم يا مولاي، والفعالية هي عبارة عن التقاء الإبل باتجاهين مختلفين، وعندما تتجه وعندما تقترب الإبل من بعضها يقوم الراعي بمنادات إبله والحفاظ عليها، ومن ثم الخروج في مرحلة ما يسمى بالمشالع، وهذه المرحلة هي أحد المراحل المهمة في عملية التطبيع. نشاهد الآن المشاركون معنا في هذه الفعالية، المشارك حجاج الشيباني والمشارك فهد بن برزيل الرشيدي اللي راح يشاركون معنا، وهذا هي مرحلة التقاطع. الآن سنشاهد الآن مرحلة الاستعراض الذي تشاهدون أمامكم يا مولاي، دخول الذود الآخر. ها هو الذود الآخر الذي يدخل من أمام المنصة الرئيسية لأداء هذه الفعالية، فعالية التطبيع. وكما ذكرنا أن فعالية التطبيع ما هي إلا لحماية الإبل وما هي إلا للحفاظ على الإبل. عبر هذه الأصوات هي اللغة الخاصة التي تكون بين الراعي وبين إبله. هذه الإبل التي تم تدريبها تدريباً جيداً من قبل الراعي، وكان أمهر رعاة الإبل من يستطيع أن ينشئ علاقة خاصة بينه وبين إبله.
مرحلة المشالع كما ذكرنا أن هي المرحلة أو من المراحل المهمة في عملية التطبيع، لأن المشالع هو عبارة عن ترويض أو عن تدريب هذه الإبل حتى تستطيع التعرف على صوت صاحبها، ومن ثم تتبعه إلى أي مكان يريد قيادتها، تستطيع من خلال الإبل من استقبال الأوامر والتعليمات اللي يطلبها الراعي من الإبل. الآن مرحلة المشالع ومرحلة التقاء الإبل مرة ثانية في بعضها والاختلاط. وضعت الدائرة في منتصف الميدان، سيصل الذود إلى الدائرة المخصصة لذلك من قبل المنظمين في مهرجان الملك عبد العزيز. عند وصولها الدائرة سوف يتم عملية الاختلاط أو تتم عملية الاختلاط بين الإبل، ومن ثم ينادي كل صاحب إبل إبله بالطريقة وبناء على ما تم تدريبه لهذه الإبل. حجاج الشيباني وفهد بن برزيل الرشيدي يؤدون هذه الفعالية أمامكم يا مولاي. هذه الفعالية اللي استطاعت أن تلفت أنظار الكثير واستطاعت أن تلفت انتباه الكثير من زوار هذا المهرجان، مهرجان الملك عبد العزيز للإبل. لغة خاصة ولغة حميمية تنشأ بين راعي الإبل وإبله. بدأ الآن التنافس بين المشاركين. خلاص تمشي خلاص خلوها جميع لا تعود. هذه هي عملية التطبيع يا سيدي، وهذه هي عملية المشالع، واتجهت الإبل مع صاحبها أو مع حجاج، ولم تتجه إبل الآخر إليه.